السلام عليكم البنات، خبطوا اللايكات. بطبيعه الحال قلت لكم الفيديو ما كنتش نقدر نتفرج فيه كامل، 45 دقيقه بزاف عليا، بزاف ماشي شويه. لذلك حبيباتي قسمناه نيته نتوما باش ما يجيكمش طويل، وباش نحاولوا اننا ما امكن ما نساوش دوك داكشي اللي داكشي اللي قالت وداكشي اللي بغات تدخلوا وحقوا تعاليقكم. وهي راه اصلا كان واضح داكشي ديال كتدق وتقول شكون. نبداو باول حاجه، اول حاجه في الجزء الثالث مسلسل سامحيني اي 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 باش تقولي ان صالونك شاد قنيطره كامله. الا الا ما نقبلهاش اصاحبتي، ما نقبلهاش، ما يمكنش. انت اصلا عارفه تما شكون الطوب، انا ما غنقولش الصالون زعما حقا ديال عدوستك ولا ايه، هذاك غادي مزيان يعني بلا ما محتاجش الهضره، ولكن زعما اللي تما الطوب طوب هو داك السيد اللي كنت راك عارفه شكون، اللي ضاربتي معاه على السبا اللي كان اللي كنتي غتمشي تكريها في اكوا بارك، وما تفاهمتوش على الثمن وقلتي لي حكا انا يا طابوزه غندير لكم الاشهار صافي جراو عليك انتي ومسيو احمد. الدريات لا تواخذوني لحقاش انايا، المهم يعني وانا غاده في الطريق كنسجل ما عنديش الوقت الاعمال والاشغال الاشغال الشاقه. اوكي دابا هذا مسمار طرقناه، فين غندوزو؟ ندوزو للمدرسه بريفي، ولكن وقيلا هضرنا عليها. ما كنتيش كتخلصي انتي، قلتي حقا وكنا كنخلصو، كان كنخلص الحاج مسكين الله يخلف عليه. وناري اختي عرفتي الصوره اللي دايره هنايا اللي على اليسر، عرفتي زعما ديال واحلي لك، ما بغاو يطلعوا ما بغاو يهبطوا تما بقاو اعظم يا اختي. جربي جربي سرطي سرطي هبطي ها سرطي، هاتي سرطي ولا ردي حبيبتي، حاولي حاولي تخطاي الله يحفظك. راه شوفي راه امورك راه غاده احسن من شي وكرف من شي، فهمتي؟ تخطاي تخطاي. واه وداروا وكاله الاسفار وداروا داكشي ديال المدرسه وداكشي، وصافي ومعليش صاحبتي معليش، المهم هو الصحه وراحه البال اللي ما عندكش. دابا دخلنا عليك بالله، دابا انت فاش كديري شي حاجه وما تيكونوا ضاربين طم ملبدينها يعني غاديين في داكشي ديالهم، نسمع حس اخبارهم صافي، انت يا صاحبتي كتنوضي تنقزي بلا قرصون، كتنوضي تجذبي ها. واخا هنايا الصراحه في هذا النوع من الفيديوهات كنتي مولفه نزي في حياتي والدموع وداك الشيء، بغيتي تبدلي زعما منهم الطقوس مابقاتش هي هي، زعما درتي داك الشيء ديال الضحك وزعما ديال انا ما مسوقاش وكيعجباني اختي بحال هاد الفيديوهات زعما ديال الحشيه الله هضره المعاطيه، وزعما كنتي درتي فيها كلاس ودرتي فيها داك صفاء حبيرك وداك الشيء، حتى رجعتي كيعجباني اختي بحال هاد الفيديو يا اختي. الطبع الطبع يغلب التطبع. كيفاش كانوا خدامين عندك 20 في الريستورا ها؟ اش خلات هويه مكتله؟ كثرت يا فاطمه لا كثرت 20 بيوطي، اش كانوا كيديروا؟ ناري كتسمعوا الصوت ديال الطوموبيلات، ولكن استسمح استسمح الا اللي كانوا اكثر من الكليان او سمحي لي، ماشي اكثر من بزاف على الكليان، خاص كل ستة مع كليان واحد باش يدير واحد السيرفيس. اش خلاتها هي واعر وقالت لك يا لالا من هاد المنبر الميني بار، كتعطي التحيه للزوج ديالي وكنقول ليه اراه لولاك ولا بلا بيك ما كناش نقدروا نوصلوا لهذا الشيء. والله يا خريوي يا حتى كنقولها وانت راه حاضره غمليكتك، كنقول راه ما يمكنش شي واحد يخليك تعيري والدي، يعني هو الوحيد. شكون يا اختي هذا المرضي هذا الراجل اللي غيخليك تشرشمي الوالدين ديالو من غير مسيو احمد؟ غير مسيو احمد اللي قدر على هذه المهمه الصعبه، الله يعطيه الصحه، على من سواه ها؟ ملي خرجت بيوطا كتعرف والديه برك وحده علاقه مليحه في الهضره، على من سواه؟ جفف بهم الارض جفافه.
عندك كل الحق يا خريوي يا خريتي. دابا بالمعقول بالمعقول البنات، دابا انا خرجت راسي من الناس ماشي حيت صافي يعني الموضوع صافي سمن على عسل، حتى لو كانت شي حاجه يعني في قلوب بعضياتهم يعني ما خرجش داكشي للعلن. اما راه مسالي قبي وقبته، انا اللي كنعرف ان بنادم يعني صافي التيقار، كاين شي حاجه سميتها التيقار، خصوصا يعني انك مؤثره عندك شحال من مليون في يوتيوب، شحال من مليون في انستغرام، علم الله شحال في تيك توك، ما قدرتيش تي حقا بيت في السطح حقا ما بيت في السطح، صافي صاحبتي صافي. لجاو كاع هاد الناس يهضروا على البيوت في السطح اللي كاع زعما كاع الناس اللي يسكنوا في بيوت في السطح، راه ما نساليوش راه بالملايين، يعني ما تصدعيش لنا مخيخنا، فهمتي ما تصدعيش لنا مخيخنا، ماشي بوحدك اللي سكنتي في البيوت ديال السطح، ولا اللي سكنتي بوحدك حتى في البرارك. دابا مثلا مساكن دوك الناس اللي سكنوا في البرارك شنو اش يقولوا؟ ها تما ينوضوا يصدعوا لنا مخنا، ها خلاص خلاص وصلنا ما وصلنا، غارقه كريديات عادي عامين بعد، انا كانت كتجيني خبارك انك كنتي غارقه كريديات واحلى مع البنكه. انا ملي كنقول هادي عامين يعني انا بعت هادي عامين، ماشي ما نقدرش نجيب خبارك، اما راه نفس الناس اللي كانوا كيجيبوا لي خبارك باقي عندي تواصل معاهم الاغلبيه، فزمي وغمي وبارك من الكرتون والدص والسقف وداكشي كامل صافي. شتي هي ملي غادا تقول حقا خويا امي وسميتو العائله المقربه هما اللي كيبغيو لي الخير، عرفوها كتضرب في الاخرين، عرفوها يعني قاصده انها تضرب في الاخرين، وعرفوها انها جايه للمعاطيه، وعرفوها انها يعني صافي الشهير سميتو باغا تدبر على مصيريف، ما كاين بو مشاريع ما كاين بو سبا، صافي داكشي ما عندهاش، واش داكشي عاجي ونوضو ديرو؟ لا حقا والوراق وفرحانين وهذا وعطانا والرخصه، سيري من الكذوب سيري. واش صاحبتي هل يعقل شخلا الزروالي، هل يعقل خرجت الاخرى قالت لك المدرسه انتيا يا الغد ليه صبحتي باركه في سميتو اكبر حمام مغربي، كنت مركيش ونبي خرجت من دبي شخلات سوسو لولو تحياتي. مرقي شويه وحاولي تخطاي، حاولي تعيشي في سلام، جربي وحتى علينا صاحبتي. دابا ماشي غادي تحت علينا يعني حتى علينا مع هذا الشهير هذا وسميتو وكاله الاصفار، صافي خرجت لك العقل ايوا صافي نوضي دقدقيهم. عرفتي انا كنت تخيل كون وظفتي هادشي ديال حشيان الهضره وديال المعاطيه، زعما مثلا مع عائله راجلك كون وظفتيها يعني في الدومين ديالك اللي صراحه تراك بعيد على الدومين ديالك اللي كتقولي ديالك، ما هو ما ديالك ما والو، ما ديالك ما حتى شي حاجه، داكشي باقي عندك بدائي. شتي الصالونات اللي كيكونوا في راس الدرب وهربوا عليك، 16 عام ديال الحفه، 16 عام ديال الحفه، تي 7 سنين وتتعالي مع دوزتك، فين هي 16 عام؟ وقلتي خدمت في المحلابات يعني فين هي 16 عام؟ تقدري تقولي لي مثلا يعني 16 عام وانت كتقابلي وانتي كتعاطاي وانتي كتقابحي، فهمتي حيت لقيتي داك المنونخ داك المطنق زعما ما عندوش غرام ديال المشكل في هذا الشيء، اما تقولي لي اختي الحرفه 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 بعيد عليك، بعيده عليك الحبيبه ديالي كل البعد، وخصوصا دابا تبارك الله ولات فن، ولات خاصك تواكبي داك الشيء اللي كاين، ماشي تبقاي داك الشيء ديال الماكياج ديال التسعينات شمنتك شي طالبه باش دير لك الماكياج بحال سميتو، فهمتي؟ الناس كتبدع، الناس كتبدع، خاصك تكوني يعني طياره وخاصك تكوني على علم بكل داك الشيء اللي جديد في العالم، ماشي غير في المغرب، سينو غيوقع لك ما وقع لك دابا، فهمتي حبيبه ديالي؟ دابا المشكله ان يعني اي صنعه وداك الشيء كتبغي الصغر، انت شرفتي وانت كتعاطي مع عباد مع ماشي تاع عباد الله يعني هذوك الناس يعني اللي هما يعني دمك ولحمك، خصك يكون كانوا برانيين بعدا احو بردت وجه، ولكن صاحبتي سمحي لي كيف ما قلنا اي حرفه كتبغي الصغر تحياتك كامله ضيعتيها وانت كتعاطي، حيت الصنعه وداك الشيء الدريج ملي كنقول الصغر حيت الحماس اللي كيكون مثلا عندك
قبل العشرينات، ماشي هو اللي كان يكون عندك في العشرينات، فهمتوا؟ اي حرفه وغتكونوا فاهمين معايا عليها انها كتبغي الصغر، كتبغي الصغر. انت دابا شنو غديري؟ احنا باقين صغار، الدومين ديالك ما بقاش صغيره باش تعلمي، سمعتي؟ قد ما كان الواحد صغير قد ما كيشد الحرفه وكيشربها. انت ما موهوبش، حيت هذاك الحرفه قلت لكم فن، وخاص بنادم يعني تكون عنده الموهبه. انت عندك الموهبه في المعاطيه وفي السبان وفي تخلاط سميتو وتوصل للهضره، وحقا قالوا لي واملو كان كيتباع لهذا سميتو، شكون اللي غايقول لك راه املو كانوا كتخربقي صاحبتي؟ وحقا وشرط لنا التلفازات وما كما وريتي لنا التلفازات مشرطين، الله عظمتك في هذه الشعيبيه. هيا ملي تبداو تقول حقا كيبغوني عائلتي هما اللي كيبغوني يشوفوني الفوق وداك الشيء، عرفوا تضرب تضرب شي بشي. والمطنق كيدير المونتاج، مطنق عيفت الرجال. انت ما بغيتيش تجمع راسك صاحبي، اه ما بغيتيش تجمع، صافي ترجل ترجل شويه، تيقار ياك نتوما ما عرفتك تقولوا فين وصلتوا، واخا بالسبان وبالسميتو وصافي، بنادم يجمع راسه ولا صافي ولا فيس، ها ما بقيتوش ادمان، ها فين ما تخصيتو تنوضوا تبركوا تسبوا، ها تزيد الحكه طلبوه طلبوه يدير ليها ناري 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 ناري. زعما راه هو قالت لكم حق الصوت ديال، زعما راه هو بالموافقه المباركه ديالو، فهمتوني؟ دوك الفيديوهات ولا داك داك الهضره ديالتها هي يعني بالمباركه، ما زالت ماشي غير كيمونطي وما كيسمعش الهضره، لا راه تيسمع الفيديو من طقطق. السلام عليكم. بامكانه انه يحيد السبان في والديه، ولكن هو لا لا مسي خير مسيو احمد، الله يقطع لكم التطيره دريت خلط الله يكيت، وشكرا لكم، السلام عليكم.